خلينا ناخد كابتن عمرو الحديدي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن عمرو، مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي، ربنا يخلي حضرتك، الله يكرمك. رايك ايه يا كابتن في اللي انا قلته والعروض اللي جايه لعيبه الاهلي بهذا الشكل؟ بص يا استاذ محمد، يمكن حضرتك، انا بسمع دلوقتي الحاجه المهمه جدا انت لخصتها في جمله واحده، هتجيب البديل اللي يعوض الاسماء دي. يعني انت حضرتك كابتن جوهري رحمه الله عليه كان يقول لنا انا يهمني حلو اقسم الملعب نصين، الجنب اليمين والجنب الشمال، وخليك في الطريق المستقيم. الطريق المستقيم من ايام 90 كان الكابتن شوبير، كابتن هاني رمزي، كابتن مجدي عبد الغني، حسام حسن. كابتن حسام حسن الخط المستقيم ده، الخط المستقيم اللي هو في المنتصف، ليفرود، ديفندر، فيرويد، حارس مرمى. جه الكابتن حسن نفس الكلام، عصام الحضري، وائل جمعه، حسني عبد ربه او شوقي، متعب او عمرو زكي، نفس الكلام. انت حضرتك بتفكر محمد عبد المنعم، يمكن انا اتفرجت كم مره على كولر في التمرين، كولر بيقول لك كلمتين، عندي مراكز اساسيه مش عايز الكلام عنها، زي الشناوي، زي عبد المنعم، زي بيرستاو، زي حسين الشحات، وما قررش الكلام وقال لك اهم نبض يغذي للاربعه دول مروان عطيه. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، يمكن حضرتك بتقول الحقائق اللي بتدور جوه الجزيره، الحقائق اللي بتدور جوه مجلس الاداره. البديل بتاعك من وجهه نظري انت دلوقتي مين اللي على الساحه يعوضك؟ يعني خلي الشناوي كده على جنب، مين اللي يعوضك؟ محمد عبد المنعم، الراجل اللي بيحضر، اللي عوضك غياب بدر بنون، الراجل اللي بيمسك وبيحضر محمود متولي، ممكن نقول بنسبه 60-70%. احنا يا كابتن عشان ما نظلمش الاسماء، خد بالك. طبعا يعني بصراحه، يعني هنقول اي اسم شبه زي محمد عبد المنعم بالظبط كده، شبيه لمحمد، يعني الناس هتبتدي تقارن. بس انا هسالك سؤال، هل الاهلي لو اعاد بدر بنون؟ في كلام كده، في كلام يعني، ما يعني ولو انه لسه انت اكيد قريت الكلام ده. طبعا طبعا، هقول لك على حاجه، يعني انا اقول لك بدر، انت هل يعوض محمد عبد المنعم؟ بص محمد في الحته دي خلاص زي ما بيقولوا ايه، استوى، احسن سرد باك، احسن ليبرو سرد باك، وتقدر تلعبه باك رايت من اول لما جابوا كروش واختاروا ساعه ما كان موجود ساعه في المنتخب لما اتصاب اكرم توفيق بدأ باك رايت، على فكره حجازه اتعور لعب ليبرو جنب الونش. انت دلوقتي لما هتيجي تفكر تلعب الاثنين اللي في القلب، هتلاقي بتفكر في الونش بعد رجوعه مع محمد عبد المنعم، القلب والفكر. انت نفس الكلام بتفكر في النادي الاهلي، الفكر والتحضير والقلب، بتلعبه وبتحط جنبيه بقى اللي بيحضر، هو بيحضر ياسر ابراهيم مان، هو بيحضر رامي ربيعه مان. هنقول انت فكرت في بدر بنون، فكرت في اسامه جلال، فكرت في محمود مرعي، ايا كان الاسماء اللي موجوده في السوق، هتعوضك اداء محمد عبد المنعم. ده البعد النظر بقى اللي هيقول فيه كولر، مش مجلس اداره النادي الاهلي، كولر، الفكر، الاسلوب. هل هتستوعب مني بسرعه انك انت تعوض لي محمد وفي نفس الوقت حمدي وقالوا ديانج؟ يبقى انت عملت خلل في نص الملعب، لازم تجيب اتنين بنفس الكفاءه. في فرق بان انا اكون شغال مع مدرب وخلاص عارف فكري وعارف تطويري وعارف يطورني ازاي، زي ما كولر عمل مع حمدي فتحي وعمل مع ديانج وعمل مع مروان، يبقى تجيب نفس الكفاءه. حضرتك ذكرت اسماء زي امام او زي بوبو، فكرت في حارس مرمى على الساحه دلوقتي الشناوي، هتفكر في الكفاءه رغم ان يعني حراسه مرمى النادي الاهلي بألف ألف ألف مليون خير، علي لطفي ولا مصطفى شوبير ولا حمزه علاء ولا مصطفى ولا مخلوف، كلهم موجودين. بس انت وجمهور النادي الاهلي ومدير فني النادي الاهلي، انت عايز اللي يأدي، اللي يأدي مش يتجرب. خلاص مصطفى شوبير قدم اوراق اعتماده من اوسع الابواب. في نفس الوقت هتصبر على حمزه علاء زي ما انت بتشوف في المنتخب، بس الكره المصريه جماهيرها ما بتصبرش على حد، وجماهير النادي الاهلي كابتن الانديه الكبيره في العالم كله مفيش حاجه اسمها لعيب تصبر عليه، الا لو لعيب يعني بص لعيب فلته واحد في المليون بقى انت بتتكلم بقى. اما مورينيو بيسالوه انت عملت كده ليه مع صلاح؟ قال لك انا كنت بقوم صلاح. لا انت ما كنتش عندك بعد نظر، انت ما كانش عندك بعد نظر، انت بتقول الموقف. طب انت اللي تخرج منه. طب انت يا كابتن عمرو مع قبول هذه العروض؟ يعني مثلا عبد المنعم لما يجي له عرض من اتحاد جده، واحنا ده من المواقع على فكره في السعوديه مش احنا اللي بنقول يعني. طبعا. مثلا 3 مليون دولار مثلا للاهلي اعاره سنه. ما هو رقم مغري جدا، ده بيقول لك الشناوي النصر عرض 4 مليون دولار. موافق. هتوافق؟ موافق. هتجيب ما انت الفلوس هتجيب لك مين؟ لا هتجيب، بص انت الرقم اللي محطوط للشناوي يبني 3 4 فرق، ده اللي بيتقال اللي احنا بنقراه كلنا على صفحات يعني مين حارس المرمى يا كابتن المتاح يشيل الاهلي
هل هتسيب بقى كابتن، هتسيب علي لطفي ومصطفى شوبير طبعا هسيب علي لطفي ومصطفى شوبير وينكن اللي يختار. بص احنا مهما هنختار هنختار من لحظه العاطفه والرؤيه يا كابتن. ما انا معاك مليار في الميه، لكن انا اقصد اقول لك ان الاهلي بمشاركاته المهمه في كاس العالم وفي دوري ابطال افريقيا و و و و ممكن لعيب يتالق مباراه يتالق اثنين، لكن انك تستمر بنفس هذا التالق وبنفس هذا ثبات المستوى في مركز حراسه المرمى، يعني زي الحضري كده اللي قعد 6 سنين ولا 8 سنين مع المنتخب كاس امم افريقيا ما فيش هزار. هل طبعا انت عندك على نفسه. عندك الحارس اللي تضمن انه يلعب سنه كامله في معتركات زي دي وبكل بقى ما فيها من ماتشات فيها بقى كسبان وخسران وعايز روح تعوض وجمهور وضغوط وكل الحواديت الكبيره دي، هل تتحمل؟ بص يا استاذ محمد هنتكلم في حته مهمه جدا اللي حضرتك بتقول عليه. انا بسالك هل يتحمل الموجود يتحمل ولا هتبقى محتاج حارس مرمى؟ عمرك يا استاذ محمد ما هتتحمل الضغوط اللي كان فيها مباراه الوداد لمصطفى شوبير راجل صغير السن، اول مره الراجل يديله بكفاءه وثقه يديله ماتش الوداد في القاهره. انت كنت مش بتجرب، انت بتقول لو نسبه نجاح استشفاء الشناوي 25% هتلعبه، لو اي مدرب مصري هتلعبه، وال 80% حتى لو هيتحرك جوه. انا مش عايز احط مصطفى شوبير في المقارنه دي لان هظلمه. لا انا مش بحطه في مقارنه. انا بقول حراسه مرمى النادي الاهلي بخير، حراسه مرمى يا كابتن ما هو بخير. ايوه انا بتكلم على معطيات الخبرات العظيمه بتاعت حارس المرمى. علي لطفي يلعب، استمراريه الاداء يا استاذ محمد، ان انا ما هاخد كتير هلعب. احنا جينا من انديتنا يا استاذ محمد لو قارنتنا باي حد. ايوه بس انت داخل يا كابتن حارس المرمى مختلف. انت داخل مش هقول لك لا خبرات، انت داخل الحياة. جوه خط دفاع او لاعب خط نص داخل جوه خط كامل زي مروان داخل جنبي عمرو السوليه وجنبي اليو ديانج وجنبي حمدي فتحي فاندمج بسرعه، غير وانت حارس مرمى. اللعيب اللي هيجي النادي الاهلي لو النادي الاهلي بيفكر فيه يجيبه لازم يبقى لعيب ليه شخصيه. طب هل مثلا انت دلوقتي بتقول لي بدر بنون، انا موافقك طبعا بدر ما انا سؤالي محمد. بقى النهائي هل لو مشي الشناوي الاهلي هيحتاج حارس مرمى ولا هيكتفي بالموجود؟ لا هيحتاج حارس مرمى عشان يفوق اللي موجود، حته الروح التنافسيه دي بتفرق كتير. ما هو مين يا كابتن عقده منتهي او مين الاهلي ممكن يجيبه زي مين؟ يعني اديني هو ما فيش حد على الساحه. اديني امثله يعني. يعني في احمد جاد. احمد الشناوي جاد مع المصري مرتبط صعب يسيبه، احمد الشناوي مع بيراميدز صعب يسيبه، يعني صبحي طبعا في الزمالك، ابو جبل في البنك الاهلي معرفش. انت بتتكلم يعني في الخبرات في الوقت دوت هتبقى الصفقات التبادليه كتيره، اما انت حضرتك هتقارني مثلا بدر بنون بمحمد اعرس انا محمد لسه صغير وبدر يعوض يعوض ما فيش مشكله، الراجل عنده الثبات الانفعالي والهدوء والتحضير وشغل الخواجه واجاده العاب الهواء كل دوت شفناه كتير في وجود بدر بنون وكنا مستغربين ان هو ماشي ليه من ضمن اللعيبه اللي تعوض الحته دي. حته الديفندر بقى المفاضله ما بين اسماء موجوده او طرحه نفسها على الساحه. طب انت لو مكان اداره الاهلي ومعروض عليك مثلا في حمدي فتحي مشي وفي كلام على اليو ديانج ومعروض عليك امام عاشور وبوبو، تاخدهم؟ اخد الاثنين حتى والمدرج بيقول كده. معلش هو حته المدرج حته نفسيه حصلت في موقف في اهانه لرموز النادي الاهلي بكلام، لو جيت بصيت لها في الحته ديت لو هتفكر في المبادئ والاخلاق الخاصه بلعيبه النادي الاهلي بس، اما الحاجات الخارجيه اللي بيبقى تمام. فيها افتعالات او فيها الراجل لو فتح دراعاته وحابب وجود النادي الاهلي هيتطبع بالنادي الاهلي وهيتطبع بمبادئ النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي. كلنا كنا في حته وجينا في حته تانية اتعودنا، والتعود بقى سماتنا في الحياه الداخليه والخارجيه. كابتن عمرو حديد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.